وينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانية. دكتور، يعني سلسلة من المدن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، رأيك مردود ذلك على شكل الحياة في مصر؟ هو أكيد تغير كامل وطفرة كاملة وتجربة غير مسبوقة وفرصة لأحدث التطبيقات. والمدن الجديدة، لماذا المدن الجديدة؟ لأن المدن القائمة استنفذت كل فرص التطوير، بينما المدن الجديدة في مواقع جديدة تتوفر لها مقومات واعدة ولها تباعد عن العمران القائم، وهي أيضا في نفس الوقت تتكامل مع العمران القائم. هذه المدن هي فرصة للخروج من الوادي الضيق الذي ارتفعت فيه الكثافات، وأصبحت فرصة في التطوير تكاد تنعدم لعدم وجود إمكانية لإدخال التطبيقات الحديثة، سواء في النقل أو سواء في أساليب البناء أو سواء في كل المفردات الحديثة الموجودة. المساحات الجديدة فرصة كاملة لتطبيقات جديدة في النقل وفي الإنشاء وفي الإدارة التنمية، وفي توفير مساحات خضراء ومستويات من الخدمات غير مسبوقة. هو تنجد نفس المسميات، خدمات، نقل، طرق، لكنها بخصائص جديدة تماما. الخدمات كما وكيفا وتوزيعا نجد أنها تحقق المأمول من الخطة الموضوعة، خطة التنمية الشاملة، وهي أول خطة للتنمية الشاملة تطبقها مصر في تاريخها الحديث. نحن كنا نحيا على 77% من المساحة الكلية، المعمور كله يمثل 70,000 كيلومتر، نحن ننطلق الآن إلى 140,000 كيلومتر، تتضمن كل المعمور الجديد والقائم في تكامل بين ما هو قائم وبين ما هو جديد، تكامل وظيفي وتكامل في الخدمات والأنشطة، تكامل بدأ بنشر شبكة طرق حديثة تربط كل المعمور على بكامل المساحة المصرية. فنحن الآن نشهد تغير كامل كما ونوعا وتوزيعا في عمران جديد يطبق أحدث الأساليب، ولم يكن من الممكن إحداث هذه التطبيقات في تجمعات قائمة. القيود العملية للعمران الحالي القائم لا تعطينا الفرصة لإيجاد شبكة جديدة ووسائل نقل. طيب، وهذا بطبيعة الحال مؤثر على يعني الأوضاع الحياتية للمواطنين بشكل يومي. هو زي ما سألت حضرتك، له مردود اقتصادي واجتماعي وعمراني وبيئي، ومردود كامل لتنمية شاملة مستدامة متوازنة متكاملة. نعم. وتزويد الفوارق والفجوات بين الأقاليم لكي تصبح جميعا هناك توازن في التنمية، في توزيع فرص العمل، في الخدمات، في الأنشطة الاقتصادية. فننظر الآن، هناك كل يوم افتتاح لمشروعات جديدة في محافظات، في كل محافظات مصر، وهذا هو الجزء الغائب، كان غائب. ولكن نحن الآن استحدثنا هذه المرحلة لتحقيق نمو لا مركزية أنهم، ونحن انطلقنا إلى كل المحافظات المصرية ومشروع حياة كريمة في إطار التنمية الشاملة. نحن الآن نحقق أول تنمية شاملة وأول خريطة للتنمية الشاملة تشمل المحافظات، المدن القائمة، المدن الجديدة. نعم، ومن جانب آخر تم القضاء أيضا يعني على المناطق غير الآمنة. نحن نتحدث عن توفير حياة كريمة أيضا لقاطين هذه المدن. نعم، احنا عندنا مشروع حياة كريمة يشمل الريف المصري كله. احنا في مرحلة كان هناك خلل بين الريف والحضر. نعم. الآن التنمية تشمل الجناحين، جناح الريف والحضر، والتنمية فيها بشكل جذري كامل، ليست مجرد إضافة بعض خدمات، ولكنها تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، تنمية عمرانية، تنمية بيئية، وفقا لمفاهيم التنمية المستدامة. التجمعات العمرانية الجديدة التي تطبق أحدث الأساليب، أيضا هناك تكليف من القيادة السياسية أن التجمعات القائمة يدخل إليها قدر الإمكان كل التطبيقات الحديثة، لكي يستطيع القديم مع الحديث أن يحدث تكامل وتفاعل وعلاقات اقتصادية اجتماعية عمرانية بين ما هو قديم وبين ما هو حديث. التعليمات الآن أنه يجب أن العمران القديم، العمران القائم، يزود بنفس الخصائص والميزات المدن الذكية والعمران الذكي،
وهذا شيء فريد ان ده كله يتم معا على التوالي. الناس كلها كان يجب يكون في اولويات، هذه ليست قضيه اولويات، هي قضيه ان عناصر التنميه الشامله يجب ان تنطلق جميعها. لازم الخدمات، الطرق، الاسكان، وسائل النقل الحديثه، كل هذه المفردات ليس بينها اولويات لانها ضرورات. ضرورات صحيح اساسيه يجب ان تنطلق على التوازي. أمن يتحدث عن أولوية أو إيقاف؟ أيضا القضية التي تصار لا. هل يمكن إيقاف بعض المشروعات لصالح ما هي أخرى؟ هذا الكلام ننظر إلى الاستراتيجية التنمية الشاملة تتضمن مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات. نحن لم ننطلق ولن نتخذ أي قرار بعيدا عن محتوى المخطط التنمية الشاملة الذي يحتوي على مرونة وجه المتغيرات. كل القضايا المستجده هذه يتضمنها المخطط الشامل بكل مبادئه واسسه ومراحله واولوياته. نعم تمام. اشكرك عذرا على المقاطعه، وضحت فكرتك بشكل كامل دكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمرانيه.